الفيول اللي تدخل وتطلع. اما اسواق الاسهم ممكن انك تحط سهم تنتظره بعد سنه نعم ان الناس تيجي تشتريه على اساس انه يرتفع. يرتفع صحيح. زين ممكن بالنهايه يعني سيولته محدوده زين وفي ناس مسيطرين عليه. اما سوق الفوركس يعني مؤسسات ودول هي اللي يعني تقدر تسيطر عليه بنسبه بسيطه صحيح بسبب سيولته العاليه. يعني السوق ما شاء الله كل يوم قاعد يزيد فلوسه شغال على طول. اكيد اكيد 4 تريليون يعني 4 تريليون دولار يعني مبلغ رقم اكيد انا مدير انا سوي ما توصل المبلغ هذا رقم السيوله العاليه اكيد. السوق يفرق عندنا انه يعطيك مبلغ صغير بس ما قلت لكم مساحه الشركه تعطيك شيء اسمه الرافعه الماليه صحيح. انه يعني مثلا عندك 10,000 دولار يحجزون من عندك 1000 دولار زين ومقابل تشتري حق 100,000 دولار عن طريق الرافعه الماليه. نعم. غير عن الاسهم انه ممكن ما تعطيك الشغلات هذه ابدا. وبالنسبه للمبتدئين شلون يقدرون يدخلون؟ يعني مثل انا وغاده الحين بصير مليونيرات مثلا يعني مثلا بس اعطينا الفكره. والله شو اول شيء توفرون الطمع والعاطفه يا ويلي هذا اهم شيء. ليش ما يتبحبحت ترد على المردود اللي حلوه ما نطمع اكيد. يعني بالنسبه للمبتدئين يعني انا اتمنى انهم اول شيء لا يفكر بالثراء السريع. هذه مشكلة. إذا تفتح الثراء السريع يقول أنا أبوي قاعد يتحلم ودي أوصل فيه هذا في نهايته ما بقول كل صفر خلاص. فالأفضل له أنه يروح الأماكن المعتمدة زين تقدم وتدرب وناس يكون لهم باع قوي يقدر ياخذ منهم الخبرات ويكتسب منهم على أساس بالنهاية يعني يطلع من هذا السوق بأقل الخسائر ويطلع برفاح. يعني تطمن يعني ما تكون بداية خسائر ما راح يكمل الباب خلاص طبعا يحفظ. اي نعم خلاص يعني خلاص الحين قررنا انا ومنيا بس اللي محشوش اللي محشوش تحت المخده خلاص شكرا مغامره كبيره الله يعطيكم العافيه قواك الله ما قصرت وشرفتنا في صباح خير الكويت مشكورين ونتمنى لك التوفيق يا رب العالمين مشكورين والله يعطيكم العافيه وانا سعيد معاكم يعني بالامانه وحاب اقول كلمه طبعا اشكر استاذي واللي معي مو قاعد يطالعنا الحين واشكر استاذي احمد محمود انا احترمته لان هذول هم لهم باع خلوني اوصل اني اقعد معكم بالامان. حياك الله واستعن بالكم تحياتنا اكيد لهم اتمنى لكم التوفيق يا رب العالمين. شكر لمهندسنا سعد عشوي العنزي مضارب في سوق العملات ومحلل فني في الاسواق العالميه والخليجيه. راح ننتقل وياكم الى فقرتنا الكويتيه راح نتكلم فيها اليوم عن ابراج المياه في دوله الكويت احد ابرز المعالم الجميله والمميزه طبعا دائما تتزين في الاعياد الوطنيه وهي اصلا معلم مميز وضعت على كثير من العملات الكويتيه وعلى اللوحات الكويتيه في معالم الكويت على ابراج المياه الكويتيه. شوف